chouette. منذ قليل تمت متابعة استعراض عسكري لطيران تونسي وآخر من السعودية، هذا فضلا عن عدد من الطائرات الأخرى أو من قطاعات التي تكون الطائرات. كم أتمنى أن يأتي اليوم ونحن هنا في جربة في تونس أن تكون لنا طائرات أيضا تونسية الصنع، خالصة الصنع من تونس فقط. لا ينقصنا أي شيء، لا تنقصنا المعرفة، بل أكثر من ذلك الطائرات التي صنعت بالخارج ساهم فيها التونسيون. القضية معقدة بطبيعة الحال من الناحية العسكرية، ولكن حينما تكون هناك إرادة من نفس الفولاذ التي صنعت منه الطائرات والآليات العسكرية، سنتجاوز كل الصعاب وسنتجاوز كل العقبات. لدينا كل الإمكانيات لنكون من بين المصنعين للطائرات في العالم. هناك من يسيطر على السماء، ولكن نحن سنسيطر على الأرض وعلى البحر وعلى الفضاء لو توفرت الإرادة الصادقة ولو توفر التعاون الكامل بين مختلف الدول العربية. هناك طيارون تونسيون تتمنى الكثير من الجيوش في العالم أن يكونوا قادة للطائرات، طيارات تونسية. منذ قليل جئت بطائرة عسكرية تتولى قيادتها امرأة تونسية، فلتفخر تونس بكفاءاتها ولتكن لدينا في هذا المجال، في مجال المدن، ولكن في المجال العسكري سياسة واضحة ننهض بواسطتها بهذا القطاع. التجارة اليوم، هذا فضلا عن الطائرات العسكرية، تتم لا فقط عن طريق البواخر أو عن طريق البر، ولكن كثيرة هي السلع التي تنتقل في ساعات قليلة بحسب المسافة إلى أقصى أقاصي العالم. أنا فخور بوجود معكم اليوم، وفخور خاصة بوجود تونسيين وتونسيات، متأكد من أنهم سيصنعون التاريخ في الأرض وسيصنعون التاريخ في السماء. وشكراً.